يعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها يوم غد الجمعة ليلة السبت التاسع والعشرين من شعبان الموافق للأول من أبريل المقبل لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر رمضان المبارك داخل البلاد أو الأخبار من العالم الإسلامي بثبوت دخول الشهر الفضيل ويدعو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من أن تكون أمن تكون لديه شهادة أو نبأ عن رؤية الهلال للمسارعة بالاتصال بهيئة الرؤية الشرعية للإبلاغ بذلك مشكورا ومأجورا